السلام عليكم. مسلسل ذا لينكلون لوير هو مسلسل مشتق من رواية، هو من إصدار نتفليكس. للعلم، في فيلم صدر عام 2011 بطولة ماثيو ماكونهي بيحمل نفس الاسم، وهو قريب بالشخصيات والأحداث. لكن لما تبلش بالمسلسل من أول حلقة راح يجبرك إنك تكمله لآخر حلقة، وبسرعة كمان من كثر التشويق والإثارة. البداية بحب أحكي إنه المسلسل بطولة مانويل غارسيا اللي بقوم بدور محامي ميكي هيلر، ومانويل غارسيا بصراحة أول مرة بسمع فيه. Is that what they call you? Some do, yes. Why? They work out of my car. But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial. It's that guy who killed his wife and her boyfriend. Allegedly. قصة مسلسل تبدأ بعد مقتل أحد المحامين الكبار مدعو جيري، وترك الوصية لترك قضاياه ومكتب محاماة خاص فيه للمحامي وصديقه القديم ميكي هيلر. لكن جدير بالذكر، ميكي هيلر متوقف عن العمل من سنة بسبب مشاكل في الإدمان. وأكيد بعد ما استلم هالمكتب راح يستلم عدة قضايا، ولكن القضية الأهم راح تكون قضية ملياردير الشاب متهم بقتل زوجته وعشيقها تريفور إليوت. والحلو بهالمسلسل هو تناول القصة بشكل سلس جدا، ترابط الأحداث بعض الأمور مع بعض ببعض، بحيث تخليك دائما متشوق، دائما مستمتع، وصراحة دائما عقلك شغال، بدك تلاقي اللغز وتحل اللغز معهم. وراح أحكي أكثر عن الأحداث بفقرة الحرب. وطبعا من عوامل قوة هالمسلسل التمثيل الرائع من جميع طاقم العمل، وبالأخص مانويل غارسيا، فالكاريزما الخاصة بشخصية محامي ميكي هيلر اللي صنعها مانويل غارسيا كانت أكثر من رائعة بصراحة. بالأخص لأي حدا تابع الفيلم اللي من بطولة ماثيو ماكونهي رح يصير قارن بين شخصية ماثيو ماكونهي وشخصية مانويل غارسيا بهالمسلسل. وأكيد الكل بيعرف الكاريزما اللي بتركها ماثيو ماكونهي بأي عمل إله، لكن بصراحة بقدر أقول شخصيا إنه مانويل غارسيا قدر يترك كاريزما خاصة له بهالمسلسل يمكن تكون أحسن من كاريزما ماثيو ماكونهي. وصحيح المسلسل بيشبه كثير مسلسلات محاماة، لكن برأيي الشخصي هالمسلسل مش مكرر أبدا، بالأخص إنه بسلط الضوء على قضية تريفر إليوت وشو العلاقة بين هالقضية ومقتل صديقه جيري، فالقصة كانت مثالية. وهالمسلسل بتناول صراع بين محامي الدعاء ومحامي الدفاع من خلال علاقة زوجية شفناها في هالمسلسل. Dad's okay. Don't worry about him too, honey. Want our family back. Can we just take it one step at a time? أنا شخصيا عجبتني فلسفة البطل في هالمسلسل، كيف إنه بالنسبة له شعور إنه يبرئ شخص أو متهم مظلوم أحلى بكثير من شعور إنه يسجن مجرم تثبت عليه الجرم أو تثبت إدانته. بصراحة المسلسل ممتع كثير وجميل جدا، تقييمي للمسلسل هو 9 من 10. وهسا راح نبدأ فقرة الحرق، فإذا ما شفت المسلسل روح شوفه وبعدين رجع كمل هالفيديو، لأنه المسلسل حلو كثير وفي أشياء تنحرق كثير. بالبداية نرجع للقصة، بما أني كنت حاضر الفيلم من بطولة ماثيو ماكونهي، أنا عارف أنه القضية اللي بتتمحور حول إليوت هو اللي راح يكون مجرم فيها، برغم من اختلاف قصة بين فيلم ومسلسل، لكن الرواية واحدة. وطبعا برغم معرفتي بهالإشي قدروا صناع المسلسل من يقنعوني انه إليوت بريء حتى نهاية المسلسل. هالإشي بنحسب لصناع المسلسل كيف انهم قدروا يجذبوا المشاهد اللي محروق عليه جزء من المسلسل بمشاهدته فيلم ذا لينكلون لاير. فنيجي لمشاهد المحاكمات. مشاهد المحاكمات في المسلسل كان رائع جدا، وبالأخص مشهد اللي بيطلع فيه إليوت لكرسي الشاهد، هذا المشهد كان عبارة عن تحفة. الحلو بهالمشهد بتصير بتفكر كيف ميكي هيلر راح يتصرف لما محامي الادعاء يحشر إليوت بالزاوية، فالمشهد كان تحفة. وطبعا أكيد لا ننسى مشاهد اختيار هيئة محلفين، كان ممتع لأبعد الحدود. ومن الأشياء الحلوة كمان ردة فعل ميكي هيلر لما اكتشف إنه إليوت هو المجرم، التويست أو توقيت التويست كان رائع جدا. والأجمل من هيك مشهد مقتل إليوت، أنا كان بالنسبة لي صدمة، ما توقعت إنه ينقتل بهالطريقة. وعجبتني العلاقة المعقدة بين هيلر وزوجته السابقة، وكيف الاختلاف كان كبير جدا بسبب شغله معاكس تماما. وحبيت مدى تعلق ميكي هيلر بأبوه كثير من خلال فلاش باك صغير يفرجونا إياهم بالحلقات، وكيف هالتعلق ومحبته لأبوه خلاه يصير محامي دفاع عن المجرمين. حبيت كيف بالحلقات كيف كان يحكي جمل من أبوه لبنته، كيف مدى تعلق هالتعلق في الأب. حبيت الفكرة كيف إنه ممكن تعلق أو قرب الآباء من الأولاد، كيف إنه ممكن طلعوا أولاد ناجحين جدا. وطبعا من جمالية هالمسلسل ما اكتفى بالتويست إنه إليوت هو طلع المجرم،
لكن تلاعب بالمشاهدين كمان. كيف تلاعب؟ أنا راح أحكي لك. هالمسلسل كان معطينا إجابة أهم سؤالين: إذا إليوت هو المجرم، وين سلاح الجريمة وين الأواعي اللي عمل فيها الجريمة، مع إنه ما معه وقت طبعا يخفيها لبعيد. وطبعا كانت قدامنا طول حلقات لما فرجونا انه إليوت بيلعب على تلفونه اساس انه بتقلب الايميل تاعه، لكن هو فعليا لما واجهه هيلر بالحقيقه كان بيسوق طائره الدرون عن طريق التلفون. طائره الدرون كان حامل عليها او حاط عليها الاواعي المتوسخه وسلاح الجريمه. كان التويست هذا بصراحه اللي تلاعبوا بالمشاهدين تماما، فبصراحه عجبني كيف تلاعبوا بالمشاهدين بهالتفسير. وطبعا والأحلى من هيك انهم تركوا اللغز الأخير للنهاية، لآخر حلقة، لآخر ربع ساعة تقريبا. كيف انه طلعت القاضي رئيسة المحكمة هي رأس الفساد، كيف انها هي المسؤولة عن رشوة احد المحلفين. نهاية المسلسل جمع بين الدراما والتحقيق والتشويق والعلاقات المعقدة والكوميديا كمان. فبالنسبة لي يا ريت اشوف جزء ثاني من المسلسل، وخاصة انه بالنهاية خلوا الامور مفتوحة. وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو يا ريت تتركوا لايك وتتركوا تعليق وتشتركوا بالقناة. مع السلامة.